استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعددا من أعضاء المجلسين وذلك للسلام على جلالته. ورحب جلالة الملك المفدى بالجميع وهنأ جلالته معالي رئيسة مجلس النواب على لقب صاحبة أفضل إنجاز سياسي للمرأة العربية خلال عام 2018 ميلادية والذي منحته شبكة إعلام المرأة العربية. وأكد جلالة الملك أن هذا الإنجاز هو إنجاز لمملكة البحرين والمرأة البحرينية التي استطاعت بكفاءتها ودورها في تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية التي تعزز من دور المرأة في مملكة البحرين، متمنيا جلالته لها دوام التوفيق للنهوض بهذه المهمة الوطنية على الوجه الأكمل من أجل رفعة الوطن والمواطن. كما هنأ نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان ونوابهم على انتخابهم لتولي هذه المناصب متمنيا لهم التوفيق والسداد في مساعيهم لتطوير العمل البرلماني والتشريعي. وأعرب جلالته عن شكره للجميع على جهودهم القيمة التي أسهمت في النجاح التي تشهده مملكة البحرين، مؤكدا حفظه الله أن البحرين ولله الحمد أسرة متحابة ومتكاتفة. وقال جلالته إن القوانين والتشريعات التي صدرت من المجلس الوطني كان لها الأثر الكبير في نهضة وطننا، مشيدا جلالته أيده الله بالإقبال الكبير الذي شهدته الانتخابات النيابية في هذه الدورة والذي دل على وعي وثقافة أهل البحرين، معربا عن تقديره لحرصهم الكبير على هذه المشاركة التي ساهم فيها أهل البحرين جميعا نساء ورجالا كبارا وشبابا، وأن إقبال المرأة البحرينية عكس وعيها وحرصها على خدمة وطنها، وأن فوز هذا العدد الكبير من النساء ليؤكد مكانة المرأة في المجتمع، فهي أساس المجتمع وراعية لأسرتها بكفاءة واهتمام، فإنه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع. كما يؤكد وعي وإدراك الناخبين لدور ومكانة المرأة. وأكد جلالة الملك أن دعم أهل البحرين لتجربتنا الديمقراطية الوطنية يؤكد حرص أهل البحرين على رفعة وطنهم ورقيه، فهذه التجربة الوطنية الخالصة والنابعة من إرادة أهل البحرين تحقق كل الخير لوطننا العزيز ومسيرة نهضته الظافرة في كافة المجالات، وأننا مستمرون بعون الله للعمل معا من أجل الأفضل لوطننا العزيز ومواطنينا الكرام. وأشاد جلالته بالإنجازات الهامة التي حققتها السلطة التشريعية في المملكة على الصعيد الرقابي والتشريعي من خلال تبنيها لقضايا المجتمع البحريني ومساهماتها المثمرة. وحثهم جلالته على تعزيز العمل الديمقراطي منوها بالمستوى المتقدم من التعاون والتوافق الذي يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يتحلى به أعضاء السلطتين من مسؤولية وطنية رفيعة تضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدمة أولوياتها. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم الشأن المحلي، حيث أكد جلالته أن المواطن البحريني سيبقى دائما موضع اهتمام وتقدير، وأن جهود الدولة تتكاتف دوما لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في ظل مسيرة البناء الشاملة التي ستواصل ازدهارها بتوفيق من الله عز وجل وبجهود أبناء البحرين المخلصة وحرصهم على خدمة وطنهم والمحافظة على ما تحقق به من مكتسبات مشهودة عبر السنوات الماضية. وأعرب جلالته عن تطلعه بأن يشهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب تحقيق المزيد من المنجزات التي تخدم مسيرة العمل الوطني، متمنيا للسلطة التشريعية كل التوفيق والنجاح في الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية سعيا لتحقيق الأهداف المنشودة. هذا وصرحت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب أنها تشرفت وأعضاء هيئة مكتب المجلس بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن توجيهات جلالة الملك المفدى نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين والنهوض بدولة القانون والمؤسسات وتعزيز الخطوات المباركة في المسيرة الإصلاحية الرائدة من خلال التعاون المثمر مع مجلس الشورى الموقر والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر،
ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر. وأشادت زينب بالدعم الملكي السامي اللامحدود لمجلس النواب وتوجيهات جلالته السديدة ورؤيته الثاقبة لمضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز وما حظي به الأعضاء من ثقة الشعب البحريني وفق الإرادة الوطنية الحرة ووصول عدد من النساء البحرينيات للمجلس النيابي، وما شهدته الانتخابات النيابية من مشاركة شعبية هي الأكبر في تاريخ البلاد، ما يؤكد العزم الصادق والإرادة الوطنية الحرة من أجل خير وصالح مملكة البحرين. وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن كافة أعضاء المجلس سيواصلون العمل والعطاء وفق روح الأسرة الواحدة وفريق البحرين النيابي، متمسكين بالدستور والقانون ومستهدين بميثاق العمل الوطني. كما أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن توجيهات الملكية السامية ستبقى نبراسا للعمل التشريعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرا معاليه إلى أن جلالة الملك المفدى هو الداعم الأول لسير العملية الديمقراطية والتشريعية في المملكة، والتي تمكنت من خلال الرعاية التي يوليها جلالته من القيام بدور أساسي لبناء نهضة المملكة وتقدمها. وثمن معاليه دعم جلالة الملك المفدى للدور الذي يقوم به مجلس الشورى في مسيرة العمل الوطني بالشكل الذي يسهم في تعزيز خطوات التحديث والإصلاح التي تشهدها مملكة البحرين في عهد جلالته الميمون، مؤكدا أن المجلس سيستمر في جهوده الرامية لتحقيق التطلعات والأهداف التي أكد عليها جلالته من أجل رفعة وتقدم المملكة ومصلحة المواطن. وفي إطار من التعاون المثمر مع مجلس النواب الموقر والتعاون البناء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشاد الصالح بالرؤى والتوجيهات الملكية التي عبر عنها جلالته خلال اللقاء، والتي تؤكد على ضرورة مواصلة العمل بشكل مشترك مع الحكومة الموقرة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.